لأن هنا لدينا واجهة النافذة الثانية ونريد أن نضغط على هذا الزر هذا البوطن ملخص التجاذب الكوني فتظهر لنا هذه الصورة. لأجل هذا نأتي هنا إلى Horizontal Arrangement Image Resume الذي اخترناه من قبل يحتوي على ملخص درسنا وعلى الصورة. إذا نجعله غير مرئي فيختفي. إذا لإعادة إظهاره باستعمال هذا الزر نذهب إلى Block. هذا الزر هو الذي كنا قد برمجناه من قبل. سنقوم بجمعه لكي يبقى لنا مساحة على هذه النافذة Collapse Block. ثم نأتي هنا في Screen ثم نبحث على بوتون Resume. تلاحظ هنا أهمية التسمية بوتون Resume. نريد أن نضغط عليه. ماذا سيحدث بعده؟ هو أن تظهر الصورة. الصورة التي نريد أن تظهر سأفتح هنا ونريد أن تظهر الصورة Image 2. هذه الصورة فهي توجد داخل Horizontal Image Resume و Horizontal Image Resume فهو غير مرئي. نريد أن نجعله مرئيا. نأتي إلى Horizontal Image Resume Set Horizontal Image Resume Visible 2. لديك اختيارين، إما أن يظهر وإما أن يختفي. هو أصلا مختفي، يجب أن نعيد إظهاره. نفس الملاحظة هنا، ستجد جميع العناصر التي هي من صنف Horizontal Arrangement. إذن Set Image Resume Visible 2 True or False. True يعني أنها مرئية، False غير مرئية، هي أصلا غير مرئية، نريد أن نجعلها مرئية. نأتي هنا إلى التحكم فنجد مجموعتين True or False. True. نضغط على الزر بوتون Resume فتصبح الصورة مرئية. لنجرب إذن. إذن كما لاحظ فعند الضغط على زر بوتون ريجيم فالصورة تظهر، لكن إذا ضغطت من جديد على بوتون ريجيم فهي لن تختفي. إذن هنا يجب أن نعيد برمجة هذا البوتون لكي يقوم بهاتين العمليتين. إذن ما نريد أن يقوم به هذا البوتون ريجيم من جديد هو إذا كانت Horizontal Image Resume يعني الحيز الذي توجد فيه الصورة كان مرئيا يجب أن يخفيه، وإذا كان مخفيا يجب أن يظهره. سيقوم بعمليتين أو دورين اثنين. العبارة هي كالتالي: إذا كانت الصورة مرئية فعند الضغط على بوتون Resume تختفي، وإذا كانت غير مرئية عند الضغط على بوتون ريجيم يجب أن تظهر. كيف سنقوم بذلك؟ كيف سنبرمجه من أجل هذا؟ توقف شيئا ما وابحث، أوقف الفيديو وابحث وحاول أن تجيب. سنقوم بذلك على الشكل التالي. إذن سيكون هناك شرط، شروط هي دائما انطلاقا من الكنترول F. إذن عند الضغط على الزر Resume كليك دو ماذا سيفعل؟ وإذا كان سأزيل هذا من هنا، وإذا كان F إذا كان Horizontal Image Resume Visible True يعني واضح، أذهب إلى Horizontal Image Visible then. إذن ماذا سيفعل؟ يجب أن يجعله غير
مرئي. false. غير هذا، ما إذا كان غير مرئيا يجب أن يظهره. نضغط هنا ونذهب ونضيف else بهذا الشكل، ونقوم بduplicate set to true. إذا كانت مرئية فأخفيها، وإذا لم تكن مرئية فأظهرها. هذا ما تعني هذه المجموعة، لنشاهد النتيجة. لكن رغم كل هذا، فهناك نقص في عمل التطبيق بهذه الطريقة. فإذا جربت بالعودة إلى النافذة الرئيسية، نافذة الاستقبال، وعدت إلى نافذة حساب شدة قوة التجاذب الكوني، إذا تركت الصورة مرئية فستجدها مرئية. لإخفائها أو لجعلها تختفي كلما غادرنا الصفحة، صفحة الحساب، إلى الصفحة الرئيسية، لابد أن نضيف برمجة أخرى. كيف ذلك؟ أول شيء سأقوم بجمع هذه collapse block، نفس الشيء بالنسبة لهذه. إذا ما نريد أنه عندما نغادر صفحة الحساب يجب أن تعود الحالة إلى حالتها الرئيسية، يعني أن تختفي الصورة من جديد. لتحقيق ذلك يكفي أن نذهب إلى screen 2. when عندما تتجدد الصفحة رقم 2، ماذا يجب أن يحدث؟ يجب أن تصبح الصورة غير مرئية، يعني أن يصبح محتوى H image regime مخفيا. set H image regime visible to false. وهكذا من الآن عندما نغادر الصفحة رقم 2 ونعود إلى الصفحة رقم 1، إذا أردنا العودة إلى الصفحة رقم 2 سنجد الصورة مختفية أصلا. ولإظهارها لا بد من الضغط على زر ملخص التجاذب الكوني لنشاهد التغيير من جديد.